مرحبا أستاذنا الفاضل، وطبعا التهنئة موصولة إليكم بهذا التنظيم الرائع بتنظيم الحفل المتفوقين احتفاء بإنجازهم وعطائهم وأدائهم. نرحب بك في هذا الاحتفال. والسؤال المبدئي الذي نسأله أستاذنا الفاضل، لماذا تصر إدارة الجمعية الخيرية بالاحتفاء بالمتفوقين كل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام عليكم ضيوف هذا الحفل، السلام عليكم أولياء الأمور، السلام عليكم الطلبة المتفوقين الأعزاء. الجمعية الخيرية تؤكد وتصر على أن تنظم هذا الحفل وأن تنظمه كل عام في أبهى صورة، وتأمل أن تطور هذا الحفل كل عام كما رأيتم يوم أمس وهذا اليوم. إن شاء الله الحفل في تطور من ناحية الشكل والمضمون، لأنها تعتقد بأن الاستثمار في التعليم هو أفضل استثمار في المستقبل. مهما استثمرنا في أي نوع من أنواع الاستثمار ومهما ربحنا من أموال، فلن نكون رابحين بقدر ربحنا إذا استثمرنا أبناءنا في التعليم. إن تعليم الأبناء والبنات يعني بناء مستقبل هؤلاء، وبناء المستقبل بتسليحهم بالعلم، بالعلم والمعرفة، ليس لأن مردود العلم فقط مردود مادي، وإنما لأن مردود العلم هو صناعة الحياة بشكل صحيح. إنهم بناتنا وأبناؤنا سيصنعون مستقبلا أفضل من واقعنا الحالي، لأننا نؤكد على تعليمهم ولأننا نستثمر تعليمهم ومعرفتهم. طيب، إذا كان هناك استثمار، وهذا الاستثمار يعني أضخم استثمار بشري، فما هي أبرز الخدمات التعليمية التي تقدمها الجمعية لجميع الطلاب بمختلف مستوياتهم؟ لما أتكلم عن مستويات هؤلاء الطلاب الذين رفعوا الرأس، الطلاب المتفوقون المتميزون، أتكلم أيضاً عن فئة متعثرة، فئة تحتاج، حتى الفئة الأخرى تحتاج إلى أن نأخذ بيدها. سأتحدث عن محورين، المحور الأول الواقع، والمحور الثاني الآمال. الواقع، الجمعية الخيرية ترعى بعض الطلبة المتفوقين في دراستهم الجامعية، وسنوياً تضم إلى قائمتها طلبة وطالبات جدد ليتموا المرحلة الجامعية في داخل البحرين وخارج البحرين. وللجمعية الشرف بأن العديد من الطلبة قد تخرجوا ببركة دعم الجمعية الخيرية. هناك نوعين من الدعم، دعم جزئي ودعم كلي. أيضاً الجمعية تصر على الحاق الطلبة في دورات باللغة الإنجليزية ودورات دعم، دورات للتخصصات المختلفة. عندنا دعم لطلبة الدراسات العليا، لا يتردد أي طالب أي طالبة يحتاج إلى إتمام الدراسة العليا، الماجستير أو الدكتوراه. إذا كان العائق المادي هو العائق فلا تتردد، وأقصد الجمعية الخيرية سيكون هناك دعم لأن تتم هذه المرحلة. أيضا هناك آمال نتطلع إلى تطوير هذا الدعم، دعم الطالب الجامعي، دعم الدراسات العليا، دعم الطلبة المتعثرين. نحاول وإن شاء الله ننجز هذه الخطوة، وإن كانت قد تأخرت، وهي افتتاح مركز لدعم المتأخرين دراسياً، صعوبات التعلم. هذا الإنجاز إذا تم، خصوصاً مع
افتتاحنا وإتمامنا للمجمع الخيري رايح يكون عندنا مركز لهذا التخصص، رايح يكون خدمة جدا مهمة، يعني خدمة للمتفوقين وأيضا خدمة لمن يعانون من بعض الصعوبات في التعلم. هذه لمحة سريعة عن أنا كذلك ألاحظ أستاذ، شكرا طبعا على إجابة، ألاحظ بأن يتقلص عدد المتفوقين كلما تقدموا إلى المراحل التعليمية المتقدمة، فما سبب ذلك في رأيك وبما توجه أولياء الأمور وكذلك الطلاب؟ الطرح اللي تفضل بأستاذ جوار صحيح، في المقابل أعداد المتفوقين أولاد وبنات يزدادون سنوياً يزدادون. ملاحظتين: أولاً، التفوق لم يعد حكر على عائلة دون عائلة، مجموعة دون مجموعة، التفوق أصبح ظاهرة عامة في المنطقة، يعني كل أبناء القرية وبناتهم يحرزون تفوق، فالأعداد تتزايد. لذلك الجمعية الخيرية تضطر إلى أن ترفع المعايير، السنة رفعنا المعايير ومع ذلك عدد المتفوقين في اليومين قارب 500. لو اعتمدنا المعايير اللي كنا نعتمدها قبل سنتين يمكن يوصل المتفوقين بين 800 إلى 1000. مع ذلك ظاهرة انخفاض التفوق مع التقدم في المراحل الدراسية حقيقي، السبب بأن توجيه الأب أو الأم قد يكون غير صحيح في بعض الأحيان. لذلك أنصح أولياء الأمور بأن يفتشوا عن مواهب أبنائهم، انظروا أبنائكم وبناتكم في أي جانب هم مبدعين، وجهوهم إلى هذا الجانب، مهما ارتفعت المرحلة الدراسية سترون أنهم يستمرون في التفوق. طبعاً آخر سؤال، يعني هو سؤال شخصي لك أستاذ جعفر، هل كنت متفوقاً عندما كنت طالباً في الدراسة؟ يعني لن أبالغ ولن أقول كلام فيه نوع من المدح، أنا لم أبدأ طالب متفوق، في بدايتي في المرحلة الأولى، المرحلة الدراسية الأولى من المرحلة الابتدائية لم أكن متفوقاً ولم أعرف أنني يمكن أن أكون متفوقاً. في المرحلة اللاحقة اكتشفت بأن يعني إحنا في أيامنا لم يكن هناك توجيه، بدأت أكتشف أنني يمكن أن أكون متفوق في جوانب معينة. في المرحلة في بداية المرحلة الإعدادية وثقت بأني يمكن أن أكون متفوق لأن أحرزت مراكز متقدمة في الصف. في المرحلة الثانوية يعني صرت على ثقة تامة بأني متفوق. في المرحلة الجامعية أحرزت المركز الأول على دفعتي ورشحت كمعيد للجامعة، وأحرزت في الدراسات العليا شهادات متقدمة جدا مع مرتبة الشرف. ولذلك أقول للأبناء والبنات، التفوق ليس بالضرورة ذكاء، التفوق هو اجتهاد واكتشاف منبع الموهبة والعلم والمعرفة بداخلك. صحيح، وكذلك التفوق وكيف أن أطبق الممارسات أو المهارات في المجتمع، وكذلك كيف أسوق لمهاراتي، لأن التفوق هو التطور الشخصي للطالب والطالبة. أشكرك أستاذ الفاضل على ما تفضلت به.